حتى آخر العمر. عمر خورشيد. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم في حلقة جميلة وجديدة وخفيفة، علشان النهاردة هنتعلم مقطوعة موسيقية صغيرة لواحد من اهم الموسيقيين العرب وواحد من المقربين الى قلبي، الفنان عمر خورشيد. الفنان عمر خورشيد نشأ في أسرة فنية. عمر التحق بالكونسرفتوار لمحبته للموسيقى، وعزف الجيتار وهو في سن صغيرة جدا، فهو أساسا في سن يعني قول 13-14 سنة أول جيتار خده في حياته عمر خورشيد. أهله عرضوا الموضوع بتاع الجيتار ده، قالوا هيعطلوا عن المذاكرة وهيضيع وقته والكلام ده كله، وعمر خورشيد قال بنفسه في حديث تلفزيوني شفته انه اول جيتار لي اترمى من الشباك واتكسر. يعني مامته رمت او جدته على ما اذكر رمت الجيتار من الشباك كسرته، لان في ظنها ان ده هيعطله على يعني المذاكره بتاعته. لما بقى كبر عمر خورشيد وكان حتى في اوائل العشرينات، يعني ما كانش لسه يعني كبير في السن قوي كده، ابتدى يبقى معروف وابتدى يعزف ورا ام كلثوم وعبد الحليم حافظ، وابتدت الناس تتكلم عنه، ابتدت امه وجدته يقولوا للناس ده ابننا. يعني ابتدوا يبقوا اتغيرت الصورة تماما، وبقوا فخورين بعمر وباللي انجزه عمر في عالم الموسيقى، وان هو يعزف مع قمم الموسيقى العربية في الوقت دوت، ام كلثوم وعبد الحليم حافظ واحيانا فريد الأطرش واحيانا عبد الوهاب. فعمر خورشيد بصراحة يعني في الوقت دوت كان التوب في عالم الجيتار في الوطن العربي كله، مش في مصر بس. اللي لاحظته في مقطوعات عمر عمل حاجات كتيرة جدا، سواء مؤلفات للجيتار او عمل مقطوعات اتعملت موسيقى تصويرية في افلام. يعني هو عمل الموسيقى التصويرية بتاعت العديد من الافلام، يعني اشهرهم طبعا المقطوعة بتاعت الحلقة بتاعت النهاردة اللي هي بتاعت فيلم حتى اخر العمر. كان بيتكلم عن بطولات حرب 73 وبتاع، الموسيقى دي مميزة جدا لدرجة انها عاشت من انتاج الفيلم سنة 73-74 بعد الحرب، يعني عاشت لغاية دلوقتي. احنا بنتكلم في 40 سنة واكتر كمان، يعني احنا داخلين على نص قرن الموسيقى دي حية والناس بتطلبها كتير وبيحبوا يسمعوها بالذات من عازفي الجيتار. اذا فنحن امام مقطوعة جميلة جدا هتثري البرنامج الموسيقي بتاعك، واتمنى انها تعجبكم. عمر خورشيد فنان رقيق جدا، كل مقطوعاته الموسيقية كل موسيقات تصويرية تنم عن احساس رومانسي، وهو كانت شخصيته كده. شخصيتك انت كإنسان بتنعكس على فنك، مهما كنت انت رومانسي هتنعكس على رومانسيتك في العزف، ان كنت انت عملي هتنعكس على اسلوبك في العزف، ان كنت انت ناشف شوية هتبقى فيها اختياراتك في الموسيقى هتبقى مختلفة. فدايما الشخصية بتاعت الإنسان نفسها بتنعكس على الموسيقى، عشان كده الموسيقى تعتبر وسيلة مهمة جدا للتعبير عن النفس. فانت دايما هتعبر عن حاجات كتيرة قوي جواك عن طريق الموسيقى بتاعتك، ومحظوظين جدا الناس اللي عرفوا النقطة دي وابتدوا يتعلموا آلات موسيقية او ابتدوا يستخدموا الموسيقى في التعبير عن احاسيسهم وعن انفعالاتهم وعن آمالهم في الحياة. كفاية رغي بقى ونشوف عملنا عمر خورشيد ازاي. يعني اول حاجة عشان نعمل عمر خورشيد وموسيقى عمر خورشيد، مش معقول هنعمله بموسيقى بجيتار مختلف. يعني مش معقول هستعمل جيتار يعني بعيد قوي عن عمر خورشيد عشان مش هيديني الاحساس بتاع الراجل دوت. فانا اخترت جيتار مقارب لجيتار عمر خورشيد. الجيتار ده هو يعني مش ياماها باسيفيكا بالتحديد، ولكن هو من انتاج شركة ياماها، هو ياماها باسيفيكا كده وكده، لان ياماها اشترت الشركة ديت وعملت هي الجيتارات بتاعتها، فهو جيتار ياماها يعني. بس الجيتار ده فيه حتة الكترونية صغيرة انه بيتيح لي اني اقلد عدد من الجيتارات المختلفة. بيغير لي التون بتاعه، بيقلد الاكوستيكا. ايه
سيتار الهندي. طبعا يعني ما بستعملش اغلب الاستعمالات دي كلها، غالبا بستعمل الاستخدام بتاعه اللي بيقربني من الستراتوكاستر. قرب لي فعلا صوت جيتار عمر خرشد اللي هو بستعمل سينجل كويل، لان هو جيتار وهو كان فندر ستراتوكاستر، ده الجيتار اللي انا شفته في اغلب حفلاته في الوقت دوت. فالجيتار ده ليه صوت مميز، ليه لسعه كده في الصوت، في صوت نوع من الحده في الصوت، بس في نفس الوقت صوت قوي وجذاب. هل الجيتار هيكفي عشان اطلع صوت عمر خرشد؟ لا طبعا. انا في تحرياتي عن عمر خرشد النوع الامب اللي كان بيستعمله، طبعا اخدت الفترة الزمنية اللي كان عمر فيها بيعزف وشفت انواع الامب اللي كانت موجودة في الوقت دوت، ونجحت في صورة من الصور ان القط امبليفاير وراء عمر خرشد كان بيعزف بيه مع فريق البيتيشا. فلقيت الامبليفاير ده اسمه الفندر سوبر ريفيرب. الامب ده لازال موجود حتى الان، هو امب فندر وفي اربع سماعات، بيبقى فيه كمان ريفيرب. دلوقتي عملوا حتى كمان دبل ريفيرب، يعني مش ريفيرب واحد، بقى فيه اتنين ريفيرب كمان جواه. فالسوبر ريفيرب ده لقيته هو دوت اللي بيستخدمه عمر خرشد، ولقيت فعلا تاريخ انتاجه من سنة 66 مثلا وانت طالع، فعرفت ان دوت هيبقى الامب المناسب اللي انا هطلع عليه جيتار عمر خرشد. طب هل انا هجيب الامب ده؟ لا، ده الامب ده تمنه 2700 جنيه استرليني، يعني بتتكلم في كام، 50,000 جنيه مصري يعني طبعا صعب ان انا اجيب امب بالسعر ده، انا مش ما عنديش استعداد ان اصرف الرقم ده كله على امبليفاير واحد يعني. فاللي حصل ان انا السوفت وير اللي انا بستعمله لقيت عليه امب اللي هو دوت، لان السوفت وير ده بيبقى فيه حاجه اسمها امب سيميليتور. امب سيميليتور يعني بعض السوفت وير عن طريق الدوائر وعن طريق البروجرامينج بيعرفوا يوصلوا لصوت قريب من صوت اللي بينتجه الامبليفاير دوت، فبينزلوا الامبات ديت على السوفت وير بتاعنا اللي احنا بنشتريه. فانا حملته على البوزيتيف جريد اللي هو الاف اكس 2، ده برنامج انا جايبه للكمبيوتر بستعمله، بيطلع لي كل الافكتات موجود عليه، كل الافكتات بس بصوره فيرتشوال، يعني هي موجوده على الكمبيوتر عندي مش موجوده عندي بفعلا كبدلات يعني. فطبعا الاجهزه اللي موجوده على السوفت وير ده بالافات وعشرات الالاف من الجنيهات، يعني الامب ده لوحده ثمنه 2700 جنيه استرليني، يعني زي ما احنا بنقول الكلام ده. فطبعا اللي كنت سعيد الحظ ان انا بستعمل الحاجات دي كلها ببلاش، مجرد ما اشتريت السوفت وير. وفي نسخه مجانيه احنا عملنا حلقه عنها، يا ريت تراجع النسخه دي، هتلاقي فيها امبات اساسيه وهتلاقي فيها افكتات اساسيه تقدر تستعملها في اي وقت وببلاش. فانا اخترت السوبر ريفيرب الامب بتاع عمر خرشد اللي موجود عليه دوت. طب هل هذا يكفي؟ لا طبعا. انا لقيت على من الضبطات ان انا احط جيت عليه عشان اي ضوضاء تقدر تتشال لو في زنة في الجيتار، لان معروف ان الجيتار السنجل كويل او الستراتوكاستر بيبقى فيه شوية نويز، فطبعا الجيت دي هتشيله خالص. كومبريسور عشان يقوي لي الصوت شوية ويخلي لي الصوت ما فيهوش عالي قوي واطي قوي، يعني فعلا بقدر اتحكم في ارتفاع الصوت وقوته، فانا عندي الكومبريسور دخلت على الافكت عليه. بعد كده حطيت حاجة اسمها فلانجر. الفلانجر دوت هسمعكم صوته، بصوا لما هزود الميكس بتاعه، شوف لما اعمله بقى كمان على الماكسيموم، بيعمل هو الموجة ديت اللي بتلاقيها في الصوت. فالموجة دي بتطلع بتعمل حاجة زي شبه تموج في الصوت، يعني بيديله صوت حنين شوية. فأنا عجبني الصوت دوت.
طبعا بالاضافه للامبليفاير بتاعي، الزبطات بتاعتي زي ما انت قلت كده، احنا حطينا الجين بتاعه في النص تقريبا، البيز شبه في النص برضو شويه، الميدل برضو في النص شويه، التريبل في النص شويه، لان انا بعد كده اتحكمت في حده الصوت في الكمبيوتر. يعني انا عملت ضبطه الايكولايزر موجوده عندي من الكمبيوتر مش من السوفت وير. طبعا حطيت سماعه رباعيه، السماعة انا اخترت سماعة بريتش G12V. السماعة ديت هنشوفها، يعني هي من السماعات الرباعية اللي موجودة هنا ديت في 4 سبيكرز، انا اخترت 4 سبيكرز، ده اللي قربني لصوت عمر خرشد. وحطيت شوية ريفيرب، موجود عندي ريفيرب بسيط جدا، ريفيرب مفيش اي مشاكل خالص. وحطيت عندي شوية ديلي، ده بيسموه تيب ديلي او ديلي بالشريط زي بتاع زمان. فالجهاز دوت يعني طبعا وهمي، طبعا الجهاز ده مش حقيقي، ولكن هو عمل لي الصوت اللي هو فيه شوية ايكو. بصراحة انا معجب بالافكتات بتاعت بوزيتيف جريد اللي قربتني جدا من الحقيقة. فانا عملت كل الشروة دي بتاعت بوزيتيف جريد ورحت مسجل التراكات ديت. نسمع التراك سوا. حتى اخر العمر بتتكون من جزئين A و B، بيعمل جزء A الاول وبعدين بيعمل جزء B وبعدين بيطلع بالجزء B تاني اوكتاف اعلى، فبيعمل الجزء B اوكتاف اعلى وبعدين يرجع تاني على الجزء A وبعدين بيعمل B بعدها وبعدين بيعمل A ويفضل يكرر في الجزء A دوت لغاية ما يخلص المقطوع. شكل المقطوع كده ليها ستراكشر، يعني هو ليها اختار A و B وبينقل ما بين الاثنين بحيث يعمل المقطوع كله. فالمقطوعة فيها فكرتين موسيقيتين، وهنعرف الافكار الموسيقية دي لو شفت الحلقة بتاعتنا بتاعت الافكار الموسيقية اللي هتنزل قريب ان شاء الله. فالافكار الموسيقية اللي موجودة جوه المقطوعة ديت فكرتين اتنين وبيتحرك ما بينهم عمر خرشد. بدأ المقطوعة هو بحاجة زي ما تقول عزف حر. عزف حر، طيب العزف الحر ده هيبقى منين؟ انا عندي النغمة على الفريت نمرة 9، الفريت نمرة 9 في الوتر الرابع دي سي، لو تلاحظ السي اهي، ودي مهمة جدا عشان نعرف المسطرة ونفهم المسطرة فيها ايه. فبيتحرك من السي وينزل على المي بصباعه وبيرجع على الدو للمي، بيطلع الوتر الثاني، فبتبقى الجملة كده. هذه جملة من جمله اللي انا لقطتها في العزف الحر، وبعدين بينقل على جملة تانية من الري للسي للري على الوتر الاول، فيبقى مي سي مي دو مي لا سي سول دييز، وبعدين بيعمل سي ري سي ري سي ري لا
سول دييز وبيتحرك على سلم اللامينيه بس بدأوا من المي فهي شبه حالة فلامينكو من اللي بيسموها الفيرجيان مود او احنا بنقول عندنا يميل الى سلم الحجاز بتاعنا بتاع العربي. بعد كده هيعمل هو اربيجيو. الناس اللي كانت بتسالني واحنا بنتعلم اربيجيوز ليه وبتاع عشان تستعملها في الموسيقى عشان في الحاجات ديت. فهنشوف الاربيجيو اللي عمله عمر خرشد هو الاربيجيو بتاع مي 7 سو عمل وبعدين دخل بالمقطوعة بتاعته المقدمة اللي هي دخلته على اللحن اللي انت هتسمعها في اللحن اللي احنا حطيناه على الصفحة بتاعتنا بتاعت الكلاود وهنعمل صفحة على اليوتيوب كمان بخصوص المقطوعات اللي احنا بنحطها. فحط هو الاربيجيو دوت بتاع المي 7 بالصباع الثاني على الوتر الرابع الصباع الاول على الوتر الثالث فده كده مي سول دييز وبعدين سي كده الاربيجيو بتاع مي ميجر وبعدين السيفن بتاعتها اللي هي السبعة اللي هي الري عملها كده وبعدين مي واقفة دي دخل بعدها هو اللحن على طول فده الاربيجيو بتاع مي سيفن طيب اللحن هنعمله منين؟ اللحن مكتوب عندنا طبعا احنا حطيناه على الصفحة بتاعتنا بتاعت الفيسبوك وهتلاقي معاه التاب بتاعتها كمان فانت ما عندكش اي حجة انك انت تعمل اللحن ده بسهولة ان شاء الله. انا انصحك للناس اللي بدأت تقرأ معانا النوتة في الاوتار الاولانية والتانية والتالتة اللي احنا شرحنا الحلقات بتاعتهم ومدخلين في الرابعة والخمسة والستة بعد كده حاول تقرأ النوتة الاول قبل ما تبص على التاب. التاب هيسهل لك كل حاجة بس اقرأ النوتة الاول عشان نتعلم قراية النوتة ونبقى واثقين من نفسنا فيها وبعد كده التاب تسرع من شغلنا بس حاول تختبر نفسك في النوتة دايما ويكون عندك مهارة استخدام النوتة او قراية النوتة. فاحنا اللي انا عملته بالظبط على النوتة ديت ان انا حطيت لك التصبيع بتاعها اللي انت هتستعمله من الخانات بتاعت الجيتار على التاب تحت. فانا قررت ان انا هعمل اول نوتة عليها من المي اللي هي على الوتر الثاني في الخانة الخامسة. الوتر الثاني في الخانة الخامسة دي مين؟ لو انت عايز تعمل الوتر الاولاني حر انت حر فانت ممكن تعملها كده لان انا بعمل بالصباع الصغير او الصباع الرابع بتاعي على الدو وسي بالصباع الثالث والله بالصباع الاول فانا واخد البوزيشن دوت طلعني على دو ماجير. الناس اللي كانت بتسال احنا بنحفظ ليه بوزيشنات بتاعت سلالم عشان لما تجيلي مقطوعه من دول ابقى انا عارف البوزيشن بتحرك منه فين في خلال البوزيشن دوت فيجيب لي الاجزاء من السلم اللي انا عاوزها. فانا قررت ان انا هعمل الوتر الثاني بالصباع الاول مي والصباع الرابع على الوتر الاول على الدو يبقى والصول طلعت على الوتر التاني بالصباع الرابع فده معناه ان انا ما اتحركتش كتير. شوف ايدي كانت هنا سهل مفيش اي مشاكل خالص. عايز تعملها انت بالوتر الحر وعايز تطلع الصول هنا انت حر ممكن برضو. انا استعملت وتر واحد في الحتة دي كده فانا عشان تعرف ان مسطره الجيتار بتتكرر النوت فيها فانا ممكن اعمل من البوزيشن دوت من اي اجزاء تانية بيسمح لي مرتين ثلاثة اني اغير البوزيشن واطلع نفس النوتة. طب انا بختار ليه البوزيشن ده هنا ما عملوش ليه من هنا مثلا واخد بالك؟ طب انا يعني ممكن اجيبه من حتة تانية مثلا. انا ممكن اعمله من هنا من الوضع نمرة كام؟ انت بتتكلم وضع نمرة 9 على الوتر الثالث دي مي برضو هي نفس المي دي بس شوف الفرق بينهم لان دي بتتعمل على وتر ادخن شوية فليها صوت مميز. فانا فضلت ان الوضع بتاعي يكون من نص الجيتار من هنا من المي بتاعتي اللي موجودة على الوتر الثاني دي المي المفضلة عندي في المقطوعة ديت. ممكن اختار اي مي تاني على حسب ما انا عاوز. فاللي بيحكمني ان انا اعمل البوزيشن المناسب للجيتار
انا قريب من انهي منطقة انا عاوز اعمل المقطوعة منها. دوت اللي بيخليك تشوف انهي بوزيشن في المنطقة ديت وتقدر تعمل منه النوت اللي انت عاوز. عشان كده لو حفظت 3 4 بوزيشنات للسلالم هيفيدوك انك تعمل المسطرة بتاعت الجيتار دي تتحكم فيها تماما، تقدر تعمل المقطوعة بتاعتك من كذا حتة على المسطرة بحيث انت تبقى عارف انت هتعملها منين وقاصد تعملها منين، مش مضطر انك تعرف بس باترن واحدة فانت مضطر تعزف المقطوعة من الحتة دي لانك متعرفش غيرها، متقدرش تعمل غيرها. فهو معرفة عدد من الباترنز بيديلك المرونة انك انت تقدر تعزف المقطوعة من اي حتة. طب تمام، اول جملة اهي وقفت عند السول، بعد كده هنزل من السول للا سلايد. سامع الصوت حلو ازاي؟ فبالصباع الثالث احط على السول الاول وانزل منه على اللا، وبالصباع الاولاني على السول، والرابع هيبقى على الفا على طول لان انا بشوف الثالث عندي على اللا. الوتر الثاني لو انا حطيت صباعي صغير فوق خطوه واحده هيعمل لي الفا. طب شوف حتى انا ما اتحركتش من هنا، الاربعه اتحركوا هنا اختيارك للبوزيشنات بتاعت الجيتار ازاي تخلي عزفك من اسهل ما يمكن، بتعزف من منطقة واحدة ما بتقعدش تنطط، مش تيجي انا عايز ايه بقى، انا عايز شوف عملت كله على وتر واحد بس طبعا اتنططت. اتحركت من هنا لغاية هنا، فطبعا انا ما سهلتش على نفسي كده، فانا لازم اعمل وهنا صباع التالت اول تاني على سول دييز واطلع المي بالتالت على الوتر التاني. كل ده هتلاقيه مكتوب في التابلت. طيب هنيجي بقى للحتة اللي هي الجملة بي. الجملة بي دي جملة ايه؟ خلصت خلاص، احنا عملنا الجملة الاولانية. الجملة بي من فوق هنا على طول بالصباع التاني هطلع على الوتر التالت في الخانة الرابعة، لان انا بعد كده هطلع بالخانة التالتة جنبها بالصباع التالت جنبها على طول، وممكن انزل بنفس الصباع على المي برضو اللي هي الوتر الثاني الخانة الخامسة، او ممكن اعمل الصباع الصغير تحتها. فانا ممكن اتحرك بثلاث صوابع بس او ممكن اخليهم اربعة على حسب ما انت عاوز تستعمل اني صباع. انا استعملت الاثنين. فانا هعمل اثنين ثلاثة واحد ثلاثة اثنين، وبعدين الصباع الثالث على المي اللي هي في الخانه الخامسه. بص بقى هنا 2 3، الصباع الرابع هيجي عند الفا هنا الصباع الاول على الري 2 على التلاتة، تلاتة على الخانة الخامسة في الوتر التالت هيعمل لي الدو. ممكن اعمل ديت بيسموها هامر، ما انا معزفتش بالريشة. شوف بيطلع صوت ازاي، وبالصباع الاول على الخانة التانية على الوتر التالت، فالجملة التانية بتبقى كده. وبعدين هبدا بقيه الجمله الرد بتاعها دي على الوتر الرابع بالصباع الرابع على الخانه الخامسه 2 1، وبعدين انزل واحد على اللا تاني على الوتر الثالث الخانه الثانيه،
واحد ثلاثة واحد أربعة على الخانة الخامسة في الوتر الرابع، الوتر الرابع الخانة الثالثة، وبعدين أرجع تاني خمسة وأقفل على المي بالوتر الرابع بالصباع الأولاني في الخانة الثانية. إحنا قلنا عند الخانة الاثناشر كل أوتار الجيتار بتديني نفس النوتة، فأنا هستغل إن الوتر السي عند الخانة الاثناشر هديني سي. بالصباع الثالث والصباع الرابع سي ودو. الوتر الأول 12 هتبقى مي، الفا بقى هنزل تحتها على طول تحت الدو. طب حد يقول لي طب أنا عرفت منين إن دي دو وإن دي فا ودي سول ودي ري، هعرف منين؟ انت ناسي ان احنا عارفين النوت هنا، فدي فا ودي سول، فيبقى دي فا ودي سول، والوتر الفاضي هيبقى مي. شوف الجيتار كله مربط مع بعضه ازاي، يعني انت كأن تخيل ان العقدة بتاعت الجيتار دي البريدج الصغير ده هنا موجود هنا، البريدج ده موجود هنا على الخانة نمرة 12، فكل النوت اللي بعدها هتتكرر بنفس التكرار اللي موجود عندي هنا بعد الخانة ال 12 اللي هنا. فانت لو حفظت نوت الجيتار في المسافة دي كده هي كلها بتتكرر لغاية اخر الجيتار من هنا. فاحنا بنعمل بالظبط من هنا، حفظت التلاتة اللي هنا دول هينفعوك انك انت حفظت التلاتة المكررين لزيهم من هنا. فهنعمل دلوقتي الجزء التاني من هنا، فا احاول اعمل النغمه بتاعت اللا دي بالصباع الثاني. ليه؟ لان انا عايز البوزيشن ده. على الوتر الثالث بالصباع الرابع والصباع الثاني الاول، وانزل بالثاني على الوتر الثاني. اثنين اربعة واحد هنا على الوتر التالي، دي هتبقى المي اللي هي وقفنا عليها اللي هي المي دي، بس اكتاف اعلى منها. فانا عرفت دلوقتي اتحرك على المسطرة، برضو ده بوزيشن من بوزيشنات السلالم اللي انا اتحركت بيها على النقطة دي، فانا ايدي واخدة عليها على طول، فانا بتحرك على البوزيشنات بتاعت السلالم ديت بالتصبيع اللي انا اخدت عليه في دراستي للسلالم. عشان كده كل الفيلم دوت بيصب في بعضيه، تعلم السلالم، تعلم الاربيجيوز، كل الحاجات دي كلها بتصب معايا في الارتجال، بتصب في معايا في ان انا بطلع الاغاني، بتصب معايا في عزف الاغاني. مفيش حاجة بتضيع، كل حاجة بتتعلمها بتخش معانا في الموضوع دوت. الكوردات بتاعت الاغنيه بسيطه جدا، الكوردات بتاعت المقطوعه بسيطه جدا، فاحنا هنعملها دلوقتي. هو الاول بتبقى فتره ساكته ما فيهاش كوردات خالص، وبتيجي الموسيقى تعمل تا 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 تا، اعملها سول ماجور. مقسومه بالظبط سول ماجور وما بين المي ماجور، تا تا را 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 سول، تا را 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 مي. وبعدين اثبت على المي شويه الجزء بقى بتاع بي، يعني الجزء بتاع ايه هو عباره عن سول ومي بس. تا را 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 تا را را تا را تا را 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 را، وانزل تحتيها على البوزيشن بتاع الله. تا را 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 تا را 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 تا را 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 را، القفلة بتاعتي على المي ماجور، فيبقى عندي تارارارا دي هتبقى مي مي ولا مينير ومي، مي ماجور لا مينير مي ماجور. تارارارا
7 في الاخر لو عايز، بتشيل صباع بس اللي هو التالت ده من تحت فيعمل المي 7. الباترن بتاعتي بتاعت العزف، لو انت سمعت الايقاع بتاعها بتاع الدرامز هتقدر تعمل تركب عليه الريتم ده. سو ضربة في الاول طويلة، حاول تسرعها بقى شوية بشوية. وحاول دايما وانت بتعمل ايقاع لو الكورد بريء بتكتم الكورد بايدك الشمال، ولو طبعا الكورد مفتوح هيبقى صعب تكتمه فحاول تكتمه بايدك اليمين. بايدك اليمين وانت بتعزف. الكوردات هتلاقيها مكتوبة على التابلت بتاعتنا او الصفحة بتاعتنا بتاعت النوتة، مكتوبة على الموازير بتاعتها، بتعزف الكورد ده مع المزورة ديت وبتعزف الكورد ده مع المزورة ديت، فانت تعرف امتى تغير الكوردات معاك. تمام، اتمنى ان احنا نكون قضينا وقت لطيف مع عمر خرشد، واتمنى تكون المقطوعة عجبتكم، واتمنى اسمعها منكم يعني اللي عاوز يعملها ويبعتها لي ياريت يسمعني شغلكم عامل ازاي، واتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء في حلقات قادمة.